طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الجمعة مبروكة وبخيت عليكم يا أهلنا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم 10 يونيو 2022 يسرنا ويسعدنا في مجموعة الباحثين السودانيين إنه نواصل في سلسلة رسائل الماجستير. إحنا بندعو كل الناس اللي يتخرجوا من الدكتوراه، يتخرجوا من البكالوريوس، يتخرجوا من الماجستير إنه يجي يقدموا الأطروحة بتاعتهم، آخر أطروحة، يعني آخر حاجة قدموها قبل نيل الدرجه. ويسعدنا الليله انه يكون معانا الاستاذه رائده العمل التطوعي في السودان، الاستاذه هبه جعفر ابراهيم. استاذه هبه جعفر هي خريجه هندسه كيميائيه، واشتغلت عضو، اشتغلت كمدير تنفيذي في السودان لمنظمه صناع الحياه، وكانت منسق فعاليات في IEC اللي هي Innovation and Entrepreneurship Community في السودان، وكانت مديرة البرامج في جمعية يلا مبادر التطوعية. هي اشتغلت برضو مساعد تدريس متعاون في كلية الهندسة قسم الهندسة الكيميائية بجامعة العلوم والتقانة، اشتغلت منسق مشاريع ومنسق البرامج التعليمية في إدارة منظمة في إدارة التخطيط بمنظمة الصداقات المعروفة للجميع. مؤخرا كانت مساعد تدريس في معهد الدوحة للدراسات العليا، وفي أبريل 2022 خلصت الماجستير بتاعها، وعنوان الرسالة بتاعها كان تقييم تأثير التمويل الدولي على إتاحة التعليم الأساسي في السودان، دراسة حالة البنك الدولي، مشروع تقوية التعليم الأساسي في السودان في الفترة من 2013 ل 2017 والفترة من 2017 إلى 2019. باشمهندس هبة، إحنا سعيدين بك، ألف مبروك التخرج من الماجستير، وان شاء الله يعني مستقبل مشرق وزاهر. دايرين نتعرف عليك وعلى الموضوع بتاع الماجستير، تفضلي. تسلم انور، تسلم كل الجميع، ان شاء الله يا رب تكون اضافه للجروب واضيف معرفه اضافيه. تسمع لهم من انه انا كنت شغاله في المعهد مساعد باحث، وبالإضافة لأنه كنت مساعد إداري يعني في القسم بتاع التقييم والتطور والتعليم. دي بس تشير إنه يكون في المعلومة. أنا في البداية قبل ما أنا أبدأ في سؤال البحث وكده، مهم بالنسبة لي إنه نعمل باك جراوند سريع عن الوضع التعليمي في السودان وكده، لأنه مهم للناس تفهم البنى التحتية بتاعت التعليم في السودان عاملة كيف بصورة عامة. في تفاصيل إضافية هتكون موجودة في الورقة، إذا أي دول عنده إنترس في إنه هو بيعرف عنها أكتر فممكن، لأنه هي شوية البحث كبير. أنا حبيت أتطرق للحاجات الأساسية فيه، التفاصيل المهمة واللي بتعكس مدى يعني أهمية البحث ذاته، ويعني القابل فيه والحياة اللي اشتغلت تحديدا يعني. فبالنسبة لي دي كانت الأهم نقاط موجودة في البحث. أنا حكم الصوت الفيديو مقفول عشان أقدر أشير بعد التعقيبات وكده، إن شاء الله ممكن أنا أدخل وأتفاعل يعني مع الأسئلة والمداخلات بتاعت الناس. حاليا حأبدأ بالبرزنتيشن، ويعني إن شاء الله في 35 دقيقة ممكن نكون غطينا على يعني الشكل العام بتاع الورقة كلها في الاستعدادات الموجودة. شكرا للباحثين السودانيين لأنوار وللناس الواقفين على إنه يساعدوا في تطوير وتقديم لمسة إضافية في البحث العلمي إن شاء الله، يعني مجهوداتهم حقيقة مقدرة وتحترم. شكرا جزيلا. طيب، ممكن تبدأ تعمل شير، نشوف السلايدز. طيب بس لو عملت فول سكرين. اوكي، اعمله فول. اوكي، جود. يس، شوف. بس في حاجة هنا. اوكي،
اوكي هعمل من الاول عشان تقدر. ممتاز. كده واضح؟ ايوه كده ممتاز جدا، تفضلي. تمام. طيب المشروع البحث والورقة البحثية اللي اشتغلتها بتشتغل عن تقييم تأثير التمويل الدولي على التعليم الأساسي في السودان. أنا كاتبة دراسة حالة البنك الدولي مهمة للناس، لاحقا حتظهر التفصيلة دي. هو البنك الدولي جزء من الـ implementation، يعني هو جزء منفذ من البحث، يعني ما هو هو جزء، هو واحد من الجهات المنفذة وساعدت في تنفيذ المشروع، لكن المشروع ما ممول من البنك الدولي. عشان بس الصورة دي لازم تكون للناس كلها واضحة من البداية، إنه المشروع بتاع تقوية التعليم الأساسي من 2013 ل 2017، والفترة الثانية من 17 ل 13، البنك الدولي هو ما ساعده في التنفيذ، أو كان جزء من الناس المشرفين على تنفيذ المشروع في حد ذاته. دي في البدايات. طيب مهم بالنسبة لنا نتكلم عن إنه المساحة بتاعت السودان، لأنه هتساعد يعني في فهم الوضع بتاع التعليم في السودان، يعني ودي معلومة طبعا بالنسبة لنا كلها معروفة، لكن بس يعني تأكيد، يعني إنه المساحة بتاعت الأراضي السودانية اللي هي 1.8 مليون كيلومتر مربع، وعدد السكان في 2011 هو 34 مليون شخص. ده الاعتماد على التعداد 2008، لأنه هو أكيد التعداد أو التعداد اللي بيعتبر كل الجهات معتمدة عليه. فمن الرقم ده إنه في 8% من السكان هم يعني بدو رحل ورعاة. الحاجة دي مهمة بالإمكان للناس في تحليل الواقع بتاع السودان. العدد بتاع السكان يعني ديموغرافيا بيحصل له نمو وبمعدل 2.5 سنويا، وفي خصوبة متوسط الخصوبة 5.5. العدد ده كله فيه 15 مليون طفل تحت سنة 18 و4.5 مليون دون سنة الخامسة، وفي بعض المناطق إنه يعني بيقارب 52% من عدد السكان. المعلومات دي من برنامج الأمم المتحدة للبيئة والميثاق للبيئة والموارد الطبيعية في السودان. ده ديموغرافيا. طيب سياسيا السودان عامل كيف؟ السودان بدأ فترة انتقالية أولى 53-56، بعدها تحول لنظام عسكري، رجع تاني فترة انتقالية من 64-65، تاني نظام عسكري، تاني انتفاضة شعبية، فترة انتقالية تالتة من 85-86، انقلاب عسكري 89 ل 2011، يعني إذا قلنا 18، ودخلت في فترة انتقالية تالتة، وبعدها جاء انقلاب عسكري. الديموغرافيا بالإضافة لسياسيا تخلينا نحن يعني لازم نكون الصورتين دي موجودين في كل السيناريوهات، لأن التوصيات تعتمد على فهم الواقع. يعني لما نشوف معدلات الخصوبة العالية ومع نسبة الأطفال والشباب، بنقدر نفهم إنه الأوضاع عاملة كيف مع الوضع السياسي. الحياة دي كلها ساهمت في العملية التعليمية بشكل عام. طيب في التعليم، المراجع ما في قوانين وتشريعات مكتوبة مؤرخة للتعليم قبل الاستغلال بصورة يعني واضحة شديد تقدر تاخذ منها. في المكتبات الوطنية، أعتقد في المكتبات في بريطانيا في ديتا للتعليم قبل الاستغلال، أنا بس ما قدرت أحصل عليها بشكل كلي عشان أقدر دون أعكسها يعني، لكن المراجع الموجودة في الدوكيومنت اللي عندنا الأساسية ما فيها ما قبل الاستغلال يعني. طيب ما بعد الاستغلال كان في محاولة جادة لتطوير، أنا في السلايد ده بتكلم عن القوانين والتشريعات والسياسات التعليمية في السودان. كان في محاولة جادة إنه يطور التعليم في الأهداف، وتكونت لجنة فيها كان 11 تربوي سوداني عشان يدرسوا مشاكل التعليم ويقدموا مقترحات. اللجنة قدمت توصيات وتقريرها في 59، ولخصت أغراض التعليم بأنه يجب أن يهدف التعليم في السودان إلى تخريج المواطن المخلص الصحيح الجسم والعقل القوي، الأخلاق الصادق في عقيدته، المصمم على الدفاع عن وحدة بلاده، المدرك لحقوقه وواجباته كمواطن، القادر على كسب عيشه
والمساهمة في تطوير اقتصاد وطني هي القادرة على يعبر عن نفسه بفصاحة وشجاعة الموضوعية، النظر المستقل في تفكيره، الشجاع في تصرفه، الراغب في تحمل المسؤولية وعلى أهم. دي في الكلام ده في 59. تاني بعده الدوكيومنت اللي بعده طوالي كان في 69، هي كانت في مؤتمر القومي للتعليم للتربية، ووضع أهداف وأسس منهج قومي. المؤتمر القومي ده مخرجاته وتوصياته ما كانت في حاجة دوكيومنتد إنه الهدف من التعليم شنو، وهل واصلوا في نفس حيواصلوا في نفس التوصيات اللي طلعت في 59، ولا عندهم توصيات جديدة. لكن كانت هي جنرال سيتويشن، يعني ما في أهداف تعليمية يعني واضحة مكتوبة لدن. في 73 كان في أول وثيقة لأهداف التربية في السودان، وكان موجود فيها الأهداف الوطنية، وكان لحد ما قريبة للأهداف الوطنية اللي خطت في 59. في 90 كان في محاولة كبيرة من الإنقاذ إنه هي تعمل إصلاح في التعليم، فغيرت النظام التعليمي بالسلم التعليمي بتاعه، لأنه السلم القديم كان اللي هو الحس العليا، هي غيرت فيه ومن 3-3-6 ل 3-8-2. وفيه يعني اللي هي حتى غيرت في الطول بتاع السنة الدراسية من 180 ل 210 يوم، والصلاحيات بتاعت الوزارة، فبقت إنه هي الولايات مسؤولة من التقويم الأنسب لها، ودي حاجة ما كل الناس منتبهة لها، إنه هي الاتحادية بتقود التقويم العام، لكن الولايات عندها يعني مسؤولة من إنه بس 180 ل 210 يوم دي، كل ولاية تقوم تخط التقويم اللي بتناسب مع الوضع البيئي بتاع الولاية ذاته، وخطط إنه اللغة العربية هي اللغة التعليم الأساسي في كل المستويات بتاعتها. دي فيما يخص الجانب بتاع السياسات والأهداف التعليمية. طيب إذا جينا تكلمنا عن الإنفاق على التعليم أو التمويل بتاع التعليم، اللامركزية في التعليم إنه كانت هي المطبقة بحكم بالشكل العام وفقا للدستور، المادة 13 من الدستور السوداني، اللامركزية في التعليم مع التمدين عليها في الهيكلة بتاعت التعليم. الإنفاق كان منخفض ومن كل المعايير المرجعية، إنه يعني مثلا وفقا لوزارة المالية 2018 من التعليم بلغت 15.28 أو بمعادلة 2 مليار دولار أمريكي من إجمالي الميزانية كلها 170 مليار، وأقل بكثير من 4-6% من الناتج المحلي الإجمالي، و 20% من إجمالي الإنفاق ده الموصب، يعني هي 20% يعني الإنفاق. إذا جينا تكلمنا عن إنه في إعلان أنشر في منتدى التعليم العالمي اتفقوا على إنه نسبة الإنفاق على التعليم بتكون عاملة كم؟ فنحن الإنفاق اللي نفقوه يعني 20% من إجمالي الإنفاق الموصب في من المستويات دي، وحتى بالمقارنة بالدول في أفريقيا والصحراء في المية من إجمالي الإنفاق العام 64 من الناتج المحلي. ما يخص على ضوء الحاجة دي، كان في المجموعة بتاعت التعليم المسؤولة من تفندر التعليم إنه، ودي موجودة في المراجع أو في الموقع بتاعه الأساسي، بتتكلم عن إنه الهيموتونيوس ريسبونس بلان، تتكلم عن إنه في 3 مليون طفل محتاجين للتدخل، هم أعمار من 6 ل 18 عام، بيحتاجوا إنه يدوهم تعليم أساسي، وعندنا 616.6 مليون و161,000 طفل ناجح داخليا، و22,000 طفل كانوا لاجئين وعادوا للسودان، و2.1 من الأطفال دي غير ناجحين معرضين للخطر. فعشان كده هي هتتدخل بإنه تقدم دعم لـ 2.2 بـ 7 مليون
في المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا اللي هي دارفور وكردفان والشمال الشرقي، المتطلبات بدأت تمويل 102 مليون دولار أمريكي وب25 شريك. الحاجة دي قاعدة في الموقع الرسمي بتاع الهيومتيريانس ريسبونس بلان، يعني إذا الناس كتبت الهيومتيريانس ريسبونس بلان بتلقى الأرقام اللي موجودة فيها. دي جراف بيوضح الإنفاق، الاتجاهات بتاعت الإنفاق من 2000 ل 2018، وإنه كانت فيها حتة فوكس. يعني إذا تكلمنا عن النسبة بتاعت الإدوكيشن من كل الاتجاهات وضغطوا عليها محل، يعني ولايات، على إذا دخلت الميزانية الاتحادية مع الميزانية بتاعت الولايات كله، من الإدوكيشن 9% من الميزانية الكلية. بما يقارن إذا جينا قارناها بالهيلث 7%، رغم انه في ديبيت انه هل دي اكيوريت ولا لا، لكن هي يعني وفقا للموقع كان لتقرير اشتغل البنك الدولي اللي هي بانه دي كانت ادق حاجه، يعني هم اللي لقوها. في دي واحده من مشاكل الميزانيات في السودان، يعني ما بتقدر تؤكد الحاجه لانه القروش موزعة بين اتجاهات مختلفة. يعني هي بتيجي المنظمات عندها قروش تصرفت على السيكتور، بتلقى المجتمع المحلي صرف، بتلقى الولائية والاتحادية كلهم دخلوا، لكن انتم ما بتقدر تكاتش البادجت الكلية دي، يعني بتكون كلها يعني افتراضات من الناس، او يعني ما حاجة اكتر، يعني وفقا للحاجة دي بيقوم بيعملوا لها رينج، يعني اعلى واقل ممكن يكون فيها. طيب، على ضوء الحاجة دي كان مهم شديد إنه الناس أو أنا ذاتي، يعني أنا كان فكرتي في الأول في البحث قبل ما أبدأ بإنه أنا داري أشتغل على مشروع محدد في السودان، وشنو العوامل اللي خلت إنه ما نقدر نحصل على الحاجة الكلية من التعليم، يعني مخرجات التعليم والعائد من التعليم ليه يكون بسيط. ما قدرت إنه أنا تكاتش نقطة محددة، فاضطريت إنه أشتغل على الحتة بتاعت أمسك كيس ستدي وأشتغل عليه، وعشان كده مسكت الكيس ستدي بتاع المشروع بتاع البنك الدولي، لأنه بيعتبر من أكبر المشروعات تمويلا في السودان. يعني المشروع ده لما بدأ ب67 مليون دولار، اللحظة دي كانت البادجت دي كبيرة شديد، يعني وكان عبارة عن نقلة في الكميات اللي القروش الداخلة. يعني لما أدت الشراكة الدولية للتعليم السوداني المبلغ ده يعتبر مبلغ كبير مقارنة بكل القروش اللي بتدخل في شكل مشروع واحد. دي أعلى قيمة أو أعلى مبلغ موجود فيها. طيب، فعشان لأنك أنت لما تكون داير توضع سياسة، فلازم أنت تفهم يعني متخذ القرار أو الدول السياسي في السودان بيفكر كيف، والدول الموجود يعني الدول المانحة بتفكر كيف. يعني نحن حسي حاليا عندنا 3 أجندة. الأولى اللي هي متعلقة، الثانية متعلقة بالدول المانحة، والثالثة متعلقة بمتخذين القرار والباحثين والناشطين في مجال التنمية المستدامة، لأن التعليم الجيد هو الهدف رقم 4 في التنمية المستدامة. فحنلقى إنه يعني عندنا 3 أجندة، والثري أجندة دي مختلفة الزوايا بتاعتها وحساباتها وأولوياتها. يعني بعدها، طيب أنت خطيت الأجندة عشان هي حتساعدك توضع سياسات وتفعلها وتعملها تقوى. على الزاوية بتاعتي أخذت الكاس السادي بتاع المشروع، وقلت يعني كنت بعاين في السيري، يعني كنت بعاين في 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 الدولة، كنت بعاين في المجتمع المدني، كنت بعاين في المانحين كجهات، لهم توصيات كلها يعني في الثلاثة جهات ذاتها. طيب، أنا عاوزة كنت أعرف شنو، كنت عاوزة أعرف تأثير المشروع المنفذ أو تحت إشراف من البنك الدولي بتمويل من الشركة الدولية للتعليم على صنع السياسات والمؤسسات التعليمية، خاصة على مستوى التعليم الأساسي حيث الإتاحة وتوسيع البنى التحتية. وهل إنه المشروع ده لما تم تصميمه كان بيتم مراعاة فيه الحوكمة تحت السودان وكده ولا لأ؟
بالشكل الكامل. فالحاجة الثالثة إنه هل حدثت تغييرات يعني كانت مقصودة في حياة المجتمعات دي؟ يعني هل المجتمعات المحلية اللي قدمت لها الخدمات دي كان في تغييرات كبيرة عليهم ولا ما حصل تغيير؟ وهل التغييرات دي كانت إيجابية ولا سلبية يعني؟ وفاينل عشان أقدر أوصل للعوامل اللي بتأثر أو أثرت على النجاح أو فشل البرنامج بعد التقييم الكلي. طيب أنا اعتمدت في تحليلي في الأول لأنه أنا شفت كل الأوراق اللي كانت اتكلمت عن تقديم المساعدات والدعم للدول في مجال فيما يتعلق بتحت التعليم الأساسي. الحاجة دي كانت ما كانت كثيرة يعني، الأوراق الأساسية كانت هي طبعا للأسف ما في العربي، ما في، هي كلها أوراق أبحاث باللغة الإنجليزية وموجود هنا الناس عاوزة ترجع لها يعني. لكن المخطط ده مهم شديد، المخطط ده بيتكلم عن إنه الدول المانحة في تقديم والنهج اللي كان بتشتغل به في تقديم المساعدات كان بدأ بنهج وانتهى بنهج تاني يعني، فيما يتعلق بسياسة التعليم أو تشكيل السياسات أو القطاعات ذات الأولوية ذاتها. فالناس كانت بانية حاجات في الأول على إطار الحقوق بتاع الإنسان وإطار العدالة الاجتماعية كأساس أو تناول الاثنين قاعدين، لكن قام اترقى إنه يعني إنه إطار حقوق الإنسان في مجال التعليم إنه يعني واحد من التعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان إنه يكون موجود فيه ومدمج في، وقاموا دمجوه في الأهداف التنموية. وكان يعني إذا قلنا سياسة التعليم هي خاضعة لأهداف السياسة الاقتصادية دي في النهج بتاع الإنتاج، لكن في المناهج التنموية الثانية كان بيحصل دمج في الأهداف التنموية وكان جزء فيها بيتكلم عن الحقوق بتاع الإنسان. إذا جينا تكلمنا عن إنه التركيز بتاع السياسة القطاعات والمجموعات كان سهل يعني، كان بيتكلم عن العمال والإنتاجية بتاعتهم. بعد كده كان في إطار التنمية إنه ركزوا على الأهداف الأولوية للفئات المحرومة والما قادر توصل للتعليم، وإنه يحصل التعليم الجميع على التعليم بشكل قوي يعني يكون في حرية بتاعة الوصول. إذا جينا تكلمنا عن القطاعات ذات الأولوية كانت سابقا القطاعات ذات الأولوية بتتكلم عن إنه البنية التحتية والمعدات والتعليم الثانوي والمهني وما بعد الثانوي، وكان يعني في تعليم ابتدائي، وفي الأول كانوا هم مركزين على التعليم الابتدائي. حصل أبجريد إنه بقى التركيز على البنية التحتية والمعدات والتعليم الثانوي وما بعد الثانوي. طيب هنا مهم إنه نعرف المفاهيم. السودان اللي هي مؤسسة اتخاذ القرار مؤسسة اتخاذ القرار التعليمية، الاتفاق بتاع السلام أقصى في 2005 إنه ينشئ نظام لا مركز، زي قلت قبل كده هو بيتكون من ثلاث مستويات، وزارة اتحادية وزارات ولائية وبعدها محليات. فيما يتعلق بتقييم وفعالية البرنامج، المصطلح أي برنامج نحن بنقدر نتكلم عنه هو عشان نوصف به شنو الجهد اللي تم يعني بذله أو تقييمه واللي تحسين بالنسبة للمجتمعات المحلية بيكملها أو لقطاعات أكثر تحديدا يعني أو لمجموعات فرعية. دي فيما يتعلق بتقييم وتأثير فعالية البرامج والمشاريع. فيما يتعلق بالتمويل الدولي كان إنه النظر الرئيسي للبيانات المساعدة هو قاعدة البيانات بتاعت الـ OECD والدارك، إن جميع أرقام المساعدة عبارة عن مدفوعات إجمالية بيعبروا عنها بطريقتين، يا المساعدة المخصصة للقطاع بس أو المساعدة الكاملة اللي بتشمل المساعدة الغير مخصصة للقطاع. وده فيه نقاش كبير شديد. بالنسبة لتحت التعليم الأساسي بيشمل الوصول للتعليم، التعليم التدريس في الموعد المحدد والتقدم في السن المناسب والحضور المنتظم والتعلم المتوافق مع معايير الإنجاز الوطنية وبيئة التعلم الآمن بما يكفي للسماح بالتعلم وفرصة التعلم الموزعة بشكل منصف بحسب التعريف اللي هنا. طيب ما قبل الأخير اللي هو مشروع قصد أنا شنو كنت بمشروع تقوية التعليم الأساسي والهدف منه، والهدف منه كان تحسين بيئة التعليم في المناطق المستهدفة بزيادة توفر الكتب وتعزيز عملية التخطيط والإدارة التربوية، وهو منحة من الشراكة العالمية من أجل التعلم. المبلغ كان 67.5 مليون دولار أمريكي
لدعم البرنامج بتاع المساعدات الإنسانية في السودان، ومنه يتم تمويل من خلال منحة من صندوق التعليم العالمي، وده الحاجة اللي حصلت يعني. إطار والمرجعية دي ذاتها موجودة في الجي بي اي، يعني الكلام اللي هنا بتكلم عنه موجود في في الموقع بتاع الشراكة العالمية من أجل التعليم، وعندهم دوكيمنت ممتازة إلى حد ما لأنه دول يفهم المشروع ده كان شغال كيف، يعني الكومبيتيشن ريبورت بتاعه موجود في هناك. طيب الإطار أنا اشتغلت به البحث بتاعي كان إنه هبدأ أوصف البرنامج وأركز على التصميم بتاع التقييم وأجمع أدلة، وبعد كده أبرر التضمينات دي وأستخدم الدروس المستفادة من خلال شراكة أصحاب المصلحة اللي هي اللي قياس شنو الجودة والفعالية والدقة والمعامة، وبعد كده يتحول لبرامج للتقييم. طيب فيما يتعلق بالمشروع، المشروع أصلا كان مدخلاته الأساسية اللي هي 3، كان في منحة تقدم للمدارس، وكان في مساهمة. المنحة دي بتقدم في شكل قروش عادية، والمساهمة المالية المقترض كانت بتقدم في شكل قروش للبناء، بالإضافة لأنه عندنا مانحين وأصحاب مصلحة وأعضاء المجتمع اللي هو حياخد المنحة دي ذاتها. طيب الحصل كالآتي، هو النشاطات اللي كان مرصودة شنو، ودي اللي أنا قمت تتبعتها، يعني كان مفروض أصلا عن طريق المنحة إنه يبنوا فصول دراسية وطور الاستراتيجية الوطنية لبناء المدارس مع وضع معايير التصميم وتطوير وتنفيذ نهج مجتمعي لذات البنى ذاته. بعد كده يطلقوا المنحة المدرسية اللي هي تصميم البرنامج بتاع المنح ذاته مع السلطات ووسطة ويدوا مساعدات للمجالس التربوية ذاتها، من خلال إنه يوفر الكتب المدرسية والمواد التعليمية. تاني وشراء الكتب، يعني إذا تكلمنا عنها، يعني نحن عندنا بنا بتاع فصول، عندنا منحة مدرسية، عندنا كتب، عندنا تخطيط والبرنامج بتاع الأمس المسؤول من كولكت وجمع الداتا، ولاحقا مساعدة في اتخاذ القرار يعني، وإنه يبنوا قدرات الوزارة عشان يوصل لشنو، إنه يكون في مجتمعات مدربة على المشتريات، يكون في فصول اتبنت، تكون في سياسة واضحة للكتب، وتكون في كتب وفقا للمنهج، وتكون في نظام إحصائي ونظام بتاع جمع بيانات يساعد لمتخذين القرار ذاته، اللي هي جذب موضوع الربد أسسمنت أو المسح السريع ذاته، وأعتقد إنه قدر يوصل فيه لحاجة. كانت الأهداف الموضوع إنه أو الأهداف الموضوعة في المشروع إنه يحسن بيئة التعلم بطاقة محددة، ويوفر الكتب، ويعززه يعني ينتقل من حتة لحتة. دي بالشكل العام يعني، فيها تفاصيل تانية مختلفة يعني في الحتة دي. آخر حاجة كان إنه يكون القرائية أو تحسين نتائج على التعلم، يعني يكون في زيادة الوصول للتعليم وجودة التعليم عن طريق تحسين القرائية. طيب أنا المنهجية اللي استخدمتها في البحث شنو؟ أنا طبعا كان في الأول خيار إنه أشتغل على دراسات كمية، ما قدرت، اشتغلت على دراسة وصفية. إنه أنا جمعت الظواهر جمعت الظواهر وتناقشت فيها وكده عشان أحدد العلاقة القائمة بين المتغيرات وفقا لدراسة الحالة اللي هي confused sampling. تتألف عن الدراسة من 8 أفراد، أنا أخذت 8 أفراد بينتموا ل4 فئات رئيسية، اعتمادا على شنو، على دورهم وتأثيرهم وعلاقتهم بالمشروع. المقابلات شملت 13 سؤال قسمتها على ال4 جهات ذاتها من 1 لـ4، طيب تتألف العينة بتاعت الدراسة من 8 أفراد زي ما قلتها، كانوا موجودين في مختلف يعني 4 مستويات، اللي هم المستوى الأول كان الإدارة العامة للاستعداد والتخطيط والبحوث، واشتغلت عليهم 4 أسئلة أساسية، إنه أنا داري أعرف كل منهم التأثير، عشان تأثير يعني سؤال من 1 لـ4 كان متعلق بهم هم، عشان أقدر أعرف إنه تأثير المشروع على السياسات، لأنه هم مسؤولين
من وضع وتقييم ومتابعه السياسات التعليميه. الاسئله من 3 ل 5 كانت الفريق من 3 ل 15 كانت مسؤوليه الفريق المنفذ للمشروع عشان يقدر اعرف منه الاجابه على السؤال الفرعي اللي هو هل تم تصميم وتوسيع النطاق بطريقه بتخلي اثرت على الاتاحه بتاع التعليم او ساعدت في توسيع البنى التحتيه بتاع التعليم ولا لا. السؤال من 14 ل 19 كان على مستويين اللي هم مدارس المعلمين واعضاء المجلس التربوي عشان اقدر افهم منهم هل التغييرات المقصوده دي او غير المقصوده دي هل كان عندها تاثير بسبب المشروع ولا كانت التاثير بسبب عوامل ثانيه مختلفه. دي هنا فيما يتعلق بالجانب بتاع المنهجية الموضوعة للبحث. يعني كان عندي هو دراسة وصفية في الكمبيوتر سامبلينج وفيها 8، أنا أخذت يعني مقابلات مع 8 أفراد، 8 أفراد في مستويات 4 مستويات رئيسية اللي هم الوزارة كصاحب مصلحة أساسي والفريق المنفذ للمشروع واللي فيهم البنك الدولي المشرف على المشروع وحتى المنظمات اللي كانت زي اليونيسيف ويعني كانت جزء من المشروع ذاته، والمستوى الثالث والرابع اللي هم مدراء المدارس والمجلس المجالس التربوية والمجتمعات المحلية لأنه بتمثل عبر المجالس التربوية. طيب إذا جينا تكلمنا عن الحتة دي هنا مهم إنه يعني أشرح إنه شنو الحاجات اللي وصلت لها. أنا بس عشان هنا النقاش لزول ما ريليتد بالفيلد ما حيكون انترست، فأنا عشان كده اديت كان لحد ما الخلاصات الرئيسية. الخلاصات الرئيسية معلش اللي استاذ لك بريك يا هبه بيكون افضل لنا شويه. اوكي لا بس لا بس صراحه طبعا يعني الموضوع اللي شغاله فيه انتي موضوع بيهم الجميع، والاحصائيات صراحه يعني مؤسفه جدا جدا انه يكون عندنا مثلا اعلى نسبه بتاعت اطفال خارج المدارس في السودان وعندنا اقل مخرجات بتاعت جوده التعليم. فموضوع يعني مهم جدا جدا، نتمنى انه ان شاء الله الدراسه بتاعتك دي يتم تضمينها يعني في وضع السياسات المستقبليه للتعليم الاساسي وكده. في كميه بتاع الضجيج حاصل حول التعليم العام وكده في السودان، حتى تغيير السلم التعليمي ذاته واثاره شنو، ما اعرف لو في دراسات طلعت فيه. فموضوع مهم جدا جدا. هل مستعده تواصلي؟ اي مستعده. أوكي. طيب انا على مستوى التحليل المنهجي انا كان عندي 3 خيارات، يا اما انه اعمل نيد اسسمنت ايفالويشن او اعمل يعني يا اما اقيم الاحتياج بتاع المشروع او انه اقيم التنفيذ بتاع المشروع او اقيم الاثار بتاعه المشروع او اعمل كوست بنفيت اناليسيس انه يعني اقارن بين التكلفه والفوائد اللي جات من المشروع. أنا طبعاً التقييم التأثير ما قدرت أشتغله لأنه الداتا بقى كانت أكيوريت، يعني ما قدرت أتحصل على كل الداتا عشان أقدر أشتغل منها بصورة كويسة التحليل بتاعي. ودي موضوع الكوست بنفيت أناليسيس طبعاً أنا جيبك أكدت إنه الحصول على المعلومات المالية في السودان من أصعب الحياة، يعني أنت ممكن تحصل على إنه القروش بتمشي وين وجاي من وين وحصل على شنو، ما في تراكي واضح وما في جهة مسؤولة من حاجة بشكل عام في التعليم. طيب التحليل والنتائج وصلنا لأنه مهم شديد إنه يتم إشراك جميع الفاعلين من زعماء السياسيين والدينيين والطرق الصوفية ومشايخ القبائل والكنائس والفنيين على كل مستوياتهم في كل القطاعات والمجتمع المدني ذاته والمجتمع المدني والعاملين في القطاع الخاص والشركة الدولية والمؤسسات البحثية والجامعات في شنو؟ في إنه يضعوا الفلسفة والأهداف والسياسات والاستراتيجية التعليمية مع إشراك الوزارات المعنية اللي هي الوزارة المالية لازم تكون جزء من الاستراتيجية أو جزء من الناس المهمين في فهم الحوجة، لأنه تكون في فلسفة وفي أهداف واستراتيجية تعليمية بتحل المشاكل الموجودة فيها، لأنه الوزارة المالية هي لأنه حاليا إذا جينا تكلمنا بدون ميزانيات واضحة وبدون التزام من الدولة
ما حيكون في مشروع حقيقي يعني، فلازم تكون جزء من الناس الفاهمين والواضعين يعني الجزء من عملية وضع الفلسفة والولايات المالية برضو والتنمية الاجتماعية ورجال الأعمال، لأن الحياة دي كلها يعني حتى الأجسام الضعيفة أو ما حتى ضروري إن الأجسام الضعيفة يعني، أو ما إذا ما قلنا الأجسام الضعيفة ده مقترح، لكن الأجسام يعني أقل تمثيلا يعني اتحادات الإعاقة والرحل والنازحين واللاجئين، فلازم تكون كلها متضمنة في الحوارات الاجتماعية والمشاورات عشان نقدر نخط قوانين وخطط واستراتيجيات من خلال مسودات بعد كده تراجع وتتم صياغتها وعرضها من خلال مؤتمر مثلا زي مؤتمر شركاء التعليم يعني. الحاجة دي حقيقة تو بي فير انف دكتور محمد الأمين تو مشتغلة، لكن واجهت تحديات فيها وما كل الناس كانوا انفولف في العملية دي يعني. وطبعا نتكلم عن الإنقاذ ما كانت مشاركة ناس من كلهم، كانت بالتمثيل ايديولوجي محدد من ناس معينين بالتصورات اللي هي خدتها. لكن عشان نقدر حقيقة يكون عندنا سيستم نظام تعليمي محترم، فلازم كل أصحاب المصلحة يكونوا موجودين وتكون في حوارات مجتمعية وفي مشاورات عشان تساعد في وضع القوانين والخطط والاستراتيجيات. دي النقطة الأولى والنتيجة الأساسية. النتيجة الثانية إنه يحصل تعزيز للقدرات المحلية عشان تساعد في صنع القرار تدريجياً. ودي انا قاعد اقول انت ما بتقدر تقول والله انا ما داير قروش من البنك الدولي او ما داير قروش من اي من الشركه الدوليه للتعليم وجهها، ما لم ولا التفاوض تقول داير كم وكيف، لان اذا انت ما كنت عندك القدره العاليه المهارات اللازمه لانك تفاوض بها يعني، انت لازم تكون في مستوى معرفي قوي جدا يخليك عندك والله تقول لما ما دايرين او دايرين وتكون عندك مبرراتك الواضحه. عشان كده لازم يكون في تعزيز للقدرات المحلية يعني، لازم تكون في تعزيز للقدرات والكفاءات بتاعت الوزارة، لأنه هي اللي بتسير أو بتساعد في صنع القرارات تدريجيا، والحاجة بتحصل من خلال تدريب يعني تدريب على المؤسسية والإدارة التعليمية يعني. الوزارة والموجودين في النظام التعليمي في السودان حقيقة لازم يطلعوا من طور الإدارة بتاعت المدارس والفصل للإدارة بتاعت التعليم ككل يعني، من وحدة إدارية محلية بعد كده ولاية بعد كده اتحادية، ويحصل حاجة واضحة للتطور الإداري ذاته يعني. وزيادة الإنفاق على البحث العلمي المتعلق بقطاع التعليم يعني. واحدة من الحاجات إنه أحس إن هي ما عندنا مركز يعني، يعني إذا جينا مثلا أقرأ مقارنة، أنا قارنا بين المركز بتاع أبحاث بتاع الطاقة أو المركز بتاع أبحاث بتاع الصناعة، ما في مركز بتاع أبحاث متعلق بقضايا التعليم، وما بيحصل فيه مشاركة للشباب في الوظائف المتعلقة بالتعليم يعني، أغلبيته بتكون في سن معين والناس ما بتكون انترست فيها لأنه ما فيها عائد وما فيها يعني مخرجات تقدر تحس بأنه والله أنا محتاجة أتحفز يعني. فلازم يكون في ضغط معين وتشجيع للشباب ذات إنه يشاركوا في الوظائف المتعلقة بالتعليم والوظائف الإدارية تحديدا يعني، مع زيادة الإنفاق على البحث العلمي. آخر نقطة إنه المسؤولية عن ضعف المساهمة بتاعت المساعدات دي ذاتها ما بتعلق بس بالمانحين ذاتها، القيادة الوطنية لما تكون غايبة اللي هي تحديدا القيادة الوطنية المتعطشة لتنمية القدرات بتاعت الشباب أكيد طبعا حتساهم حتى في وتقلل من فرص إنه ناخد قروش من جهات وناخد ياتو قروش وفياتو حاجات يعني. فعشان كده لازم تكون يعني كلنا نكون ضاغطين في إنه يكون في قيادة وطنية قادرة تفهم المشاكل بتاعت القطاع وقادرة تفاوض بطريقة كويسة عشان تقدر إنه تاخد يعني تاخد فرص أحسن يعني، تكون عندها توجهات، عندها مابينج، تكون عندها بلان واضحة للموضوع بتاع الحصول على الدعومات والتمويل. لأنه حتى المؤهلات دي للأسف برضو الناس المؤهلين ما بيقعدوا في السيستم فترة طويلة، ودي لازم تدرس يعني، بتلقى ناس بتأهلهم بتدربهم وبيقوموا خلاص يعني بيمشوا بعدها ما بيقعدوا لك في السيستم ده برضو، فمهم إن الناس تكون عندها الحاجة دي. دي هنا يعني أنا إذا جينا اتكلمنا إذا فيما يتعلق بالنيد أسسمنت أو تحديد الاحتياجات، أنا قست الصلة والتماسك والفعالية والكفاءة والتأثير والاستدامة، وعلى فيما يتعلق بالتنفيذ أنا يعني ناقشتها وحاجزتها وسألتها
وربطت الحاجات مع بعض فيما يتعلق بالفعالية ذاتها والكفاءة والقدرة التنظيمية والاستخدام الأمثل للموارد. يعني هل تم استخدام أمثل للموارد؟ هل القدرة التنظيمية في التنفيذ كانت كفاءاته كويسة أقلة؟ هل التدخل في حد ذاته كان يعني كفاءته عالية، ولا والله كان ممكن تكون في تدخلات تانية تشتغل بطريقة أحسن؟ يعني حنلقى إنه في تحديات واجهتهم في التنفيذ. بس هنا أنا حتكلم عن إنه شنو، إذا جينا تكلمنا عن التحديد بتاع الاحتياجات، الورقة تكلمت عن يعني أسئلة كانت مباشرة للوزارة، إنه هل طيب المشروع ده اتبنى على شنو؟ هنلقى إنه المشروع ده عشان ياخدوا كان التمويل، كانوا لازم عليهم إنه يعملوا استراتيجية وطنية للتعليم، اللي هي دي كانت اتعملت الاستراتيجية الوطنية للتعلم من 2012 لحد 2017 كجزء أساسي واحد. الحاجة دي كانت حاجة اتعملت تقييمات مبدئية، وعلى ضوئها هم حددوا المناشر اللي محتاجين لها. فإذا جينا اتكلمنا عن إن والله هل التدخل يعني عنده صلة ومربوط بالاحتياجات، حقيقة المشروع to be fair enough إنه هو وصلنا كان أو وصلت الورقة، لأنه التدخل ده بيفعل الأشياء الصحيحة في الوقت اللي كانت فيه، يعني وقت 2012 يعني تنفيذ المشروع، وكان ملائم، كان بيحقق أهدافه، كان في جودة يعني كانت المواد المستخدمة جودة عالية، وحصل فرق في التدخل ذاته. لكن بنلقى إنه الاستدامة كانت بسيطة في بعض الأنشطة، يعني وخاصة الكتاب، المناشط كانت متعلقة بالتدريب وتأهيل العاملين في الوزارة. لكن مثلا في البناء الاستدامة كان عالية لأنه المدرسة قاعدة، يعني ده أسد يعني حيكون موجود يعني. طيب في التنفيذ كان فيها هيكل، فيه يونيسيف، فيه البنك الدولي، فيه الوزارة، في كل وزارة في قسم مسؤول من تنسيق المشروع ذاته. أنا ممكن بعد ما أخلص أعمل أشرح الهيكل أو الهيكل الإداري اللي كان شغالين به في المشروع. المشروع إلى حد كبير كان كفاءة بتاعته والفعالية عالية شديد يعني. طيب شو اللي حصل؟ إنه النادي واجهتهم تحديات في التنفيذ. الحاجة دي الأولى كانت طبعاً قلة الإنفاق الحكومي، كان في فجوة كبيرة. يعني لما جينا نتكلم عن نحن محتاجين لكم مدرسة والمتوفر كم، ما عنده مقارنة في الفجوة بين الاحتياج والمتوفر. يعني حالياً أو الحاجة اللي عاوزين نوصلها، يعني الاحتياج الحالي والحاجة اللي احنا عاوزين نوصل لها كبيرة جداً جداً، والتمويل ده مهما ادوهم حس يعني القروش دي يعني أكيد يعني 67 مليون دولار دي ولا حتعمل حاجة مقارنة بالاحتياج العادي يعني. كانت في مناطق حقيقة وفقا للنقاشات ووفقا للأسئلة كانت فيها شاشة يعني غير آمنة، ودخل التنفيذ بتاع ذاته وتشغيل الفصول. لكن سبحان الله برضو كانت واحدة من الحياة ال كانت ممتازة جدا جدا، وبإشادة كل الأطراف إنه التدريب اللي حصل للمجتمعات المحلية من مجالس تربوية ومن إداريين في المحليات غير طريقة تفكيرهم وتعاملهم مع قضايا التعليم ذاته. من هذا يتعلموا على العطاءات، يتعلموا على إنه كيف يديروا عملية تعليمية، وده كان مفهوم المنحة المدرسية وكذا، لكن ما بنفس الجودة الكلية يعني. واحدة من التحديات القيادة السياسية يعني. وللأمانة مثلاً واحدة من الأسباب اللي بترجع إنه غياب القيادة وعدم استقرار، إنه القروش اللي جات في من 17 إلى 19 أقل من القروش اللي ادوها عليهم في الفترة بتاعت من الفترة الأولى للمشروع من 2012 إلى 17. فدي واحدة من الأسباب اللي بتعود عليها موضوع القيادة السياسية. طبعاً الوضع السياسي أثر، والحظر على السودان برضو. طيب حنخلص لشنو؟ إنه زي ما أكدتها إنه الوزارة لازم تكون جزء شريك في التنفيذ. الدعم بتاع البنك الدولي حقيقة كان عنده تأثير واضح. الاستراتيجية المؤقتة ساعدت في الحصول على التمويل، لأنه بدونه ما كانوا حيفهموا ممكن يدخلوا وين وكيف. الدعم بتاع المانحين وزياراته كانت بتحصل مباشرة لهم، ساعد في إنه يعني يف
يفهموا القضايا بتاعت التعليم في السودان يعني، ويحطوا الولايات في يعني في أولويات، ويقدروا تقري إنه ممكن يدخلوا وين وكيف، ويوزعوا القروش دي بطرق أحسن من الأول يعني. تاني في النموذج الجبال قلت له هيكل، يعني إنه في وحدات مستشارين في مختلف التخصصات، في وحدة تابعة للوزارة، الحاجة دي ساعدت في التنفيذ بشكل معين بحسب الإفادات، إنه كان السيستم بتاع المحاسبة والشفافية والاستغلالية كان عالي، لأنه الناس كانت ترفع تقارير إدارية ومالية، وكانت يبدأ بيقدر يفهم إنه كان يبيعهم في شنو يعني، لأنه كان في دور رقابي مجتمعي عن طريق المجالس التربوية. فاينلي كان أنا اقترحته زي ما قلت قبل، إنه لازم أنا في الأجندة أنا حللت أو تعرضت لثلاث جهات، وعشان أقدر بعد كده أخد سياسات وفقا للوضع ذات والتحليل الأولي. طيب شنو الحاجة ممكن تقدمها للدولة؟ الدولة في الأول لازم تعترف بالدور اللي بيقدمه المجتمع المدني في بناء الثقة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي الطويل الأجل من خلال المشاركة المجتمعية. يعني الدولة براها ما لم يكون في مجتمع مدني حقيقي، ولازم تكون في ثقة بيناتهم، ما حتقدر تعمل الحاجة هي دايرها. لازم تتبنى عملية بتاعت تشاور متكاملة من كل الاتجاهات يعني، إضافة الخبراء عشان تحشد الخبرات والابتكار والطاقة عند المجتمع المدني والشراكات الرائدة يعني في مختلف الحتات ذات، إنه عشان يساعدوا في وضع السياسات ويصمموا خدمات اجتماعية ويرفعوا مع رفع وبناء القدرات ذاتها. لازم تكون في إدارة متخصصة للمشروعات والتمويل غير الحكومي في الوزارة، عشان تقدر إنه تفهم وتفعل وتزيد الميزانيات ذاتها، وتقدر تقيم، وممكن طبعا تكون الإدارة ذاتها داخل إدارة السياسات وتختار البحوث، ده موضوع بيرجع للوزارة، لكن لازم تكون في قسم أو في إدارة متخصصة في المشروعات والتمويل غير الحكومي ذاته يعني، عشان نقدر نحن نفهم. أنا برضو ده تحليلي ما من إيفيدنس، لأنه ده نقاش عام لمشروع واحد يعني، مشروعات تانية ما كنت قادرة أوصلها أو أعرفها ذاته. لازم يكون في يعني واحدة من المقترحات اللي كان اقتراح دكتور مبدأ، أنا شايفاها هنا ريليتد، إن تنظيم الرسوم بتاع الأعداد الإضافية يعني الإضافية يعني للدخول للمدرسة، لأن أنا بتكلم في المشروع عن التعليم الأساسي زي دول زي الإمارات، يعني عندهم بيدوك فونشر معين أو بيدوك أرقام معينة لدخول الأطفال للمدارس، بيكون في سلطة حكومية مسؤولة اللي هي حيث عندنا التعليم الخاص أو كده عشان تحدد الرسوم، لأنه ممكن أنت واحدة من الحاجات المهمة إنك أنت يعني ال 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 الوزارة والدولة قامت عشان تحل مشكلة الإتاحة، قامت فتحت التعليم الخاص، لكن فتحته بدون ما تكون عليها رقابة في الرسوم أو تصنيفها هل والجودة بتاعتها، فبقيت أنت عندك يعني مدارس بس أنت ما قادر يعني هل تحدد هل الجودة بتاعتها مناسبة ما مناسبة، هل البادجت اللي بتدفعوها النادي بتتناسب مع الجودة ولا لا بيقدموها ذاته. فمهم إنه تكون في وسيلة أوضح لتنظيم الرسوم بتاعت الأعداد الإضافية بتاعتها. إذا جينا نتكلم عن المجتمع المدني، المقترحات إنه تتم المنظمات تعيد صياغة مهام واستراتيجية عشان تقدر تساعد في التحول الاجتماعي والإيجابي والتنمية المستدامة، وتكون عندها دور واضح كمساعد أو ميسر أو مراقب في العملية بتاعت السياسة العامة ذاتها بأكملها، وده ما بيحصل إلا إذا هي عرفت نقاط ضعفها فيما يتعلق بالسياسات العامة، وعشان تقدر بعد تعدل الخطط والبرامج والاستراتيجيات المستقبلية. مهم للمجتمع المدني من وجهة نظر شخصية إنه يستثمر في إنه يعمل تحالفات وشبكات قوية، ويعمل شراكة مع وسائل الإعلام ووسائل البحوث والقطاع العام، إنه بيكون في لازم تتصرف قروش، لازم تتصرف زمن أكبر للبحوث بتاعت السياسات العامة ورزق وتقييم الموجود ذاته، وتعمل أدفوكس أو مناصرة للموضوع بتاع السياسات العامة. إذا تكلمنا إذا عرفنا مثلا سياسة الإتاحة بتاعت التعليم أو جودة التعليم أو حتى تمويل التعليم يعني. طيب الجهات المانحة
لازم ينسقوا يكونوا تتساقم مع تعزيز منظمات المجتمع المدني، لأنه حاليا هم جزء كبير بيجي بيشتغل عبر الدولة، وحقيقة الدولة عن ستيبولي فبيخلي الفند في فترات طويلة يجيب، فلازم تكون في يكونوا يعززوا منظمات المجتمع المدني عشان تصنع السياسات، حتى ما تكون هي بس منفذ، لا تكون جزء من مؤسسات صنع السياسات والقرارات ذاته، وإنه زاد عشان يقدر يحدد الأولويات والأهداف عشان ما تجيب من برا بشكل كلي، يعني عشان ما في النهاية أنا أخد سياسة وبعد كده أخد مشاريع للتنفيذ وألقاها إنه ما بتشبه المجتمع ده بتحل مشكلته. بالإضافة يعني إنه هم يدربوا المجتمعات، يعني إنه غدر أقوى في مجال البحوث بتاع السياسة وتصرف على قروض زي ما أنا قلت، إذا هي دايرة تمارس التأثير على المسائل التقنية وكده، خاصة في مجال الدعم المالي وتدريب الجهات المانحة ذات الأهمية، مهم شديد يعني تكون موجودة فيها. أخيرا الحاجة ممكن تفعلها لدعم وتحسين الحاجة كبيرة شديد ومعقدة، يعني ما بقدر دلوقتي أحددها وأقدر أقول تعمل شنو أو ما تعمل شنو، لأنه لازم يكون في تكيف وتكييف للتحليل بتاع السياق بتاع الدولة والوضع الزمني المعين، عشان كده بنلاقي إنه الأساس بتاع التحدي بواجب المساعدات هو إنه توجد طريق للتوفيق بين أهداف الدول المانحة والحكومات المتلقية والأولويات الحديدة أهداف التنمية المستدامة، ولأنه برغم من إنه محاولة إصلاح التعليم في السودان، لكن بنلاقي إنه أهدافه كانت غامضة، كانت فيها شمولية عالية شديد وبعيد عن تحوجات المجتمع وتطلعاته ذاته، عشان كده ما كان في مشاركة وكان ما كان في حوار لناس من الدوريات مختلفة عشان يقدر يوجد البالانس أو التوازن الأساسي بين الطموح والمعيقات، فده ما بيحصل إلا إذا كان في زيادة في الوعي وإنه الناس كانت التزمت في تحقيق الدولة التنموية اللي هي الدولة اللي نحن بنتحدى اللي هي الدولة الديمقراطية ذاته، إذا كانت نحن لدينا كإطار للدولة اللي بتلبي احتياجات أو نتبنى تحقيق التنمية كمشروع، لأنه إذا جينا تكلمنا عن الرعاية الاجتماعية هو سؤال مبكر، يعني الدولة دي فعلا شو يعني دولة الرعاية الاجتماعية عندها شروط مختلفة والشروط دي حسي حاليا ما توفر في السودان، يعني لأنه أنت لازم عشان توصل للحاجة دي لازم تكون في علاقة واضحة، علاقة إنتاج برأسمالية تكون واضح وعلى مستوى الاقتصاد العام، يعني عشان فلحد ما نوصل لليوم ده أعتقد إن إحنا حنكون محتاجين للتمويل الدولي، لكن وفقا للسياق المحلي والمشكلة المحلية. البحث تطرق لأثر على المجتمعات من الولاية والمحلية والمدارس، ويقدر يقيس الإنفاق، لأنه كان ممكن نعمل ديف أند ديف أو واحدة من الطرق المختلفة بتاع التحليل عشان الدوجة والحيد ما كانت بتحصل أو ما حصلت، ودي ممكن تكون مقترحات لأوراق جديدة لناس تانية ممكن يشتغلوا فيها، أعتقد هو بدي باك جراوند إلى حد كبير واضح وده بيدي يفهم بيهم. بعدها ممكن تكون في أوراق تانية عشان نقدر نشوف التغيرات في معدل يعني الصلة والتنفيذ، و يعني شنو الفروقات، التحيز، الفروقات المزدوجة، المجموعات، يعني نراعي يعني كل مرة ندخل تريتمنت فاليبل وكنترول فاليبل عشان نقدر نقارن، يعني في أي حتة، يعني هل تفرق ولاية من ولاية، هل بيفرق لأنه في مجتمع محلي عنده فند أكبر، يعني بمختلف الأسباب الموجودة. وأخيرا شكرا لكم على حسن الاستماع. شكرا جزيلا أستاذة هبة على التقديم الممتاز لرسالة الماجستير بتاعتك عن أثر التقييم. وطبعا أول سؤال بيتبادر للذهن يعني اللي هو أثر التعليم ذاته أو العائد من التعليم في السودان، يعني هل في أي دراسة مرت عليك بتوري لو خدتنا جنيه واحد سوداني ولا دولار أمريكي في طفل في التعليم العائد بتاعه افترض إنه يكون شكله كيف؟ هل حاجة زي دي مرت عليك قبل كده؟ والله يا انور ما مرت، لكن ما انا جيبك قلت لك برضه عشان انت تقول جنيه وما جنيه، ما انت حقيقه ما عندي جهه رازه كل الجنيهات، فهمت؟
لأنه الليلة دي حس يعني إذا أعمل ورقة زي دي أو بحث زي ده، فمثلا حمشي مدرسة في أبو جبيهة، المدرسة دي في قروش بتجيها من أي إن جي أوز، في قروش من إن جي أوز، في قروش بتجيها من الولاية، في قروش بتجيها من المحلية، في قروش بتجيها من الاتحادية، ما مرصودة، ما في عارفة. عشان انت تعرف والله التكلفة بتاعت التعليم للطفل الواحد، نحن بس دايرين والله نقول انه تكلفة التعليم الطفل الواحد في السودان كم، ما معروفة، وحتى ذاته بتختلف من ولاية لولاية وفقا للصياغة المحلية الموجود. فأعتقد هو بس الحاجة اللي ممكن تحصل إذا كان في ديتا كويسة، فالناس ممكن تحللها وتبدأ تشتغل عليها بطريقة أوضح يعني. لكن أنا شخصيا ما قابلت من حاجة شكرا يعني، جزيلا. كان طيب بفترض تفضلي. أنا بس قلت بفترض إن الناس بدأت فكرت فيها، لكن هي بس شوية إنه هي حاجة وتيك صعبة في ظل إنه ما بين واضحة، ما في يعني جهة بتقول من تنسيقها. تمام. طيب انت كزوله مهتمه بالتعليم واشتغلت في منظمات مختلفه مهتمه بالتعليم وكده، هسه طبعا في الجدل الكبير بتاع التعليم الخاص والتعليم الحكومي، وفي النهايه الناس كلها بتتلاقى في الجامعات، يعني الناس اللي تخرجوا من التعليم الخاص ولا من التعليم العام. انت تخرجتي من التعليم العام مش كده؟ والله لا انا جيزو كده وكده. ايوه، الحاجه دي برضه في الدراسات، يعني طبعا من حيات التوصيات المهمه اللي قلتيها انت في البرزنتيشن بتاعك او في البحث، اللي هو عدم وجود مركز اصلا يعني خاص بالتعليم وسياسه التعليم وكده، ويكون فيه حوار مجتمعي ما بين اصحاب المصلحه ككل. فهل حاجه زي دي ممكن تكون انت كونسيدرينج انك تبديها، مثلا تعمل لك مركز ابحاث له علاقه بالتعليم في السودان؟ والله يعني ممكن تكون الحاجة دي، لكن بابا قلت بس هو تشالنج بتاعت الحياة يعني. أنا حابة في إنه أنا يعني الموضوع بقى مهم يعني، إنه مراكز اتخاذ القرار بتاعت السياسة التعليمية أنا واحدة من القضايا المهمة بالنسبة لي يعني، أفهم كيف بتشتغل وكيف ممكن نحصل يعني ضغط عليها أو تصنع مركز موحد وكده كجانب بحثي أنا جزء منه. لكن تصميم المركز أعتقد بياخذ زمن، لكن ممكن يحصل يعني، ما حاجة بتكون صعبة يعني، يكون في مركز بتاع أبحاث تعليمية أو بحوث جزء منه الوزارة أو كجهة منفصلة يعني. تمام، ممتاز. شايفة أستاذة وصال؟ أستاذة وصال رفعت يدك، أفتح المايك ممكن أعمل لك أميوت. تفضلي. السلام عليكم دكتور أنور، معك. ومبارك لبيتنا هبة الماجستير، وحقيقي فخر لنا، وأنا حقيقي مبسوطة مبسوطة شديد من هبة ومن اتجاهها، وهي أهل لذلك يعني. سؤالي لهبة، يا ريت تعرفي نفسك بس عشان الناس المتابعين كلهم يكونوا عارفين. طيب أنا وصال حسين حمزة، محاضر سابق بجامعة بيشة، تخصصي كيمياء، عاملة ماجستير في الكيمياء من جامعة الجزيرة، وبكالوريوس هندسة كيميائية جامعة الجزيرة. يا هلا ومرحبا، تفضل. حاليا مهتمة أيضا بقضايا التعليم، ويمكن هخلي المجال بتاع التدريس الجامعي وأهتم بالتعليم الأساس أو الابتدائي ممكن نقول. كنت متطوعة لفترة طويلة، يمكن الحكاية بتاعت 14 سنة، ودي الح... دي الح... دي ال... دي ال... دي الحاجة اللي استفدت منها وخلتني أرجع من موضوع التدريس الجامعي للحتة بتاعت الاهتمام بالتعليم الأساسي. أو اكتشفت إنه إحنا عندنا مشكلة حقيقية في السودان في التعليم الابتدائي أو التعليم الأساسي. أنا سؤالي لهبة كالآتي، إنه يا هبة أنا لاحظت إنك أنت ناقشتي الموضوع بحيث إنه اهتميتي بالطبقة اللي هي أصلاً التعليم ما قاعد يصلح، أو كانت الدراسة مهتمة بالطبقة دي. طب إحنا عندنا طبقة التعليم قاعد يصلح لكن بجودة ضعيفة جداً جداً جداً، يعني زي ما اتكلم لك دكتور انور، قال لك الموضوع بتاع التعليم الخاص والحكومي وعندنا مؤسسات خاصه انت ممكن تتحكمي في الاساسيات. هل انت ممكن تقدمي دراسات او حاجات معينه للمؤسسات الخاصه، هي بتاعت افراد طبعا، بحيث انه يساهموا في يرفعوا من سياسات التعليم او من القدر بتاع التعليم؟ لانه احنا عندنا مشكله اساسيه حسي حاليا في السودان، ما هي انه التعليم، ما الناس اللي ما وصلوا من التعليم ديل، اوكي ديل ما وصلوا من التعليم ديل مشكلتهم كبيره شوي يعني، ما اقدر اقول كبيره شديد لكن هي كبيره شديد فعلا، لكن في ناس قاعد يصلوا من التعليم لكن تعليم سيء.
او تعليم من غير هدف. فديل انت شنو الحاجه اللي ممكن تعمليها اليوم باعتبارك متطوع لفتره طويله في موضوع التعليم وغيره يعني. طيب أنا بس عاوزة يعني في الحتة دي أشير لحاجة بالمناسبة. كينيا يعني أو كم دولة في أفريقيا بدوا يعتمدوا التعليم الخاص كجزء من طرق حل ودعم يعني تقليل نسب التعليم الدروب أوت يعني يقدروا يوفروا بيه ويتيحوا بيه التعليم يعني. لكن الدولة مسؤولة من إنه تخط ريجوليشن تتابع تدي زمن أطول لموضوع جودة التعليم الحكومي يعني. ده بالصورة العامة. بالصورة يعني عارفة بس في حتة أو صار في الحتة دي يعني. شكرا أول حاجة على التهنئة وإن شاء الله يعني ربنا يرحم الوالد يا رب العالمين. الحاجة ده بس ده أقول يا وصال هنا الموضوع بتاع يعني تخيل عندك لما تيجي تتكلم عن الجودة في دولة أصلا ما فيها تعليم فاهمة يعني موضوع بعيد شديد يعني. انت عشان تقدر تهاوت انك تحدد اولوياتك لانه موضوعين مختلفين شديد يعني. القضايا بتاعت الجودة دي في دولة بتكون اصلا كل الناس في المدرسة يعني ما في دولة بيقول لك والله عندنا دروب اوت او ما عندنا مدرسة في منطقتنا او انه يعني ما عندنا استاذ فهمتي او في استاذ واحد بيدرس السودان كله يعني المدرسة كلها فاهماني. فانا كزول باحث في مجال التعليم حاليا واحدة من أولوياتي موضوع إتاحة التعليم في حد ذاته عشان أقدر والله يوفر التعليم بيكون عادل ومنصف لكل الأطراف بشكل واضح. لكن إذا جينا تكلمنا عن إنه أنا أقدر أحقق جودة في الأول حيكون في سؤالات كبيرة شديد يعني. السؤالات دي متعلقة بإنه والله نحن عاوزين تعليم شكله عامل كيف عشان يحل هذه المشكلة يعني. إذا جينا تكلمنا عنه بصورة بتاعت يعني على قول مدارس الليبرال الجديد والله انا داير زول خش لي السوق ما عاد انا المفروض اراعي في المناهج في جودة التعليم في اختيار الحاجات كلها انه السوق داير وين ويا تسوق يعني عاوزين ننافس في حته يعني. دي كل اسئله بتكون كبيره لازم الناس كلها تكون جزء منها يعني ومحتاجه لتفاصيل مختلفه ومحتاجه لاسئله محتاجه لمستشاركيه بزوايا تانية بتاعت نظر يعني. بصورة بيرسونال أنا بإذن الله غالبا حارجع يعني يعني ثلاثة تراك اللي هي تراك كوظيفة وتراك بتاع الكونسلتيشن والتريننج وتراك بتاع الريسيرش. فدي يعني موضوع البحث وموضوع التدريب والاستشارات وموضوع الوظيفة الثابتة دي خياراتي اللي أنا حارجع بها السودان يعني. فأي مكان يعني بيحتاج يعني لزول يشتغل تدريب أو استشارات بما في المدارس الخاصة أنا زي يعني حكون جاهز يعني أنا أقدم يعني الحاجة اللي عندي وحشتغل إنه أقدم يعني. واحدة من الأوراق المهمة بالنسبة لي استغلالية يعني هل كيف نصنع مركز بتاع مستقل فيما يتعلق بالأهداف والفلسفة والسياسات التعليمية بعيدا عن يعني أو يعني أو تأثير العوامل السياسية والاقتصادية والأيديولوجيات في وضع الأهداف والفلسفة والسياسات التعليمية شنو العلاقة بيناتهم عشان نقدر نوصل في يوم إنه يكون في عندنا مركز بتاع اتخاذ قرار واضح فيه الحادثة دي يعني بشكل العام يعني. ده أعتقد جاوبت على السؤال. شكرا جزيلا. طيب لو في أي سؤال تاني من الناس الموجودين أخوان الناس تستخدم خاصية رفع اليد اللي هو في الرياكشنز بتلقى أو في المور بتلقى في ريز هاند لانه هي مشغوله ونحن والله اخذناها يعني اخذناها من وقت يعني هي مشغوله فيه. فالناس كلها بتهنيكي بالماجستير هيبه في الفيسبوك ويتمنوا لك مستقبل مشرق ان شاء الله. لو ما في سؤال ثاني احنا هنختم هنا السيمينار وشاكرين جدا باشمهندس الاستاذه هبه. نشكر على التقديم المميز وقضايا التعليم طبعا ما بتنتهي. انا بس كان عندي خاطر سريع. احنا في سنه 2012 حاولنا نعمل حزب سياسي مختص بقضايا التعليم يعني زي ما في حزب مثلا حزب الخضر اللي هو مهتم بقضايا البيئه احنا قلنا نعمل حزب التعليم السوداني وكانت تجربه كده ومشينا ناس العلوم السياسيه وقلنا لهم اخواننا هل ممكن نعمل حزب سياسي؟ فقالوا يا اخي ما ممكن. قلنا يا اخي ما في حزب الخضر بتاع البيئه؟ قالوا لا.
فكان الرؤيه بتاعتنا في انه والله التعليم هو قضيه كل الناس، لكن ما قضيه زول محدد، بالذات للسياسيين يعني كلها بيحطوها في البرامج بتاعتهم. الاحزاب السياسيه بتقول والله احنا بدنا نعمل في التعليم كده، عايزين نعمل في الصحه كده، عايزين نعمل في الدفاع كده، لكن ما في زول خاص بقضيه التعليم. اسي تقريبا جبت لنا الرائحه في قصه المركز البحثي الثينك تانك اللي هو مختص بقضايا وسياسات التعليم، اتمنى انه يحصل ان شاء الله. ونشكرك شكرا جزيلا، ونشكر كل الحضور الموجودين هنا في الزوم، وكذلك الحضور عبر مجموعه الباحثين السودانيين، لحد ما نشوفكم ان شاء الله في تقديم ثاني لرساله ماجستير دكتوراه والى اخره. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لكم كلكم، تسلم ان شاء الله رب العالمين، في امان الله، مع السلامه.